عن المذاكرة. أقرب من مين بس يا عم طه؟ ده الواد والبنت من دول، وأنا بشرح في الفصل، يقعدوا باصين لبعض كده كأنهم على الكورنيش. يا خبر اسواح، افصل بينهم يا أخي. فصلت يا أخويا فصلت، بقوا شغلوا البلوتوث على التليفون. تليفون؟ خد منهم التليفونات. وحياة النبي خدتها ورميتها، بقوا يعملوا تشات. تشات؟ تطلع ايه تشات دي؟ ده موال كبير مالكش دعوة بيه أنت، الكمبيوتر خرب الدنيا. كمبيوتر يا خبر اسواح، البت بنتي طول النهار قاعدة قدامه. روح الحق بنتك روح. اهدي، مضاف اليه مرفوع بالضمة؟ في شارع مين دي يا ابن عبد الحميد يا نجار؟ نجار؟ ده ابن وزير الداخلية. ايوه شهاب ابنه، بس وزير الداخلية على عينه وعلى راسي، انما الصرف والنحو دي مسؤولية تاني. عظيم بيمين ابدا لكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط اهلك ومش هيهمني. عنوانه ايه وزير الداخلية يا عم طه؟ لا 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 لا، ما تتطورش يا رمضان، ده وزير الداخلية. نختي انا مالي، انا بشكرك والله على المعامله الطيبه، الف شكر. مع الوزير؟ ايوه معاليك، مع سعادتك. اكيد يا فندم، هنوصل الاستاذ رمضان لحد باب البيت. اكيد يا فندم، مع سعادتك يا فندم، معالي الوزير. يا باشا ازاي معاليك، الف شكر على الاهتمام ده، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. لا شهاب، شهاب يقدر يغلط فيا؟ لا لا هو ولا حد بالمدرسه، هو غلط في المضاف اليه. ايوه هو رفعه وزاره التعليم مصره تجره. انا من رايي الداخليه تتدخل وترفعه، ولو الداخليه رفعته الشعب كله رفعه يا باشا. ايوه المرحله السنيه اللي انتوا فيها دهيا اسمها العلمي مرحله البلوغ. يعني ايه البلوغ؟ يعني هناك تغيرات فسيولوجيه بالنسبه للبنت او للولد. البنت تقف قدام المرايه تلاقي نفسها بتتغير، وفي حاجات بتتغير فيه تفتكر انها كبرت. انما الولد مش محتاج مرايه، هو يا دوب شويه شعر معفن يطلعوا له في دقنه ولا في شنبه ويبتدي يجعر في البيت زي البقره، وابوه قاعد ملوش لازمه يقول لك يا بيت راجل اربط عندك، اربط عندك اللي بتبوس. اهدي هات يا اخويا وريني. ايه ده؟ ايه صوره فضيحه؟ لا دي نجله. نجله مين يا ولد؟ صوره فضيحه؟ لا نجله. لا مش نجله، دي فضيحه. دي نجله يا استاذ. بقول لك فضيحه. انت ما تعرفهاش نجله وردي. لما تبقى لابسه كده تبقى نجله ولا فضيحه؟ لا فضيحه. ادي قلتها، يبقى انت ايه بتجيب صوره فضيحه في الفصل. يبقى تستاهل ضرب الجزم ولا لا؟ استاهل. ويبقى انت اعترفت على نفسك. بس في حاجه، ايه؟ شهاب كمان معاه صوره. ايه ايه يا عم في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عم وائل، انت معاك صوره ولا انا بجد؟ يا اخي انا معاك صوره، انت معاك صوره. اهدي بقى، اهدي بقى، اهدي. اخلص يا علي، تعال هنا، انا واخد امر ان انا ربيك. عرفت فين الصوره اللي معاك؟ وريني وريني. انا هاكم واصغر حتى، ما هي بقى انت شوف دي عامله ازاي. يا نهاركم اسود، هي هي الوليه بس هي نفس دريها والتانيه كانت مطيه. الله 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 الله، هي الوليه دي تفشت فيكم ولا ايه؟ خليك انت عاقل يا ابن العاقل، ملكش دعوة بيهم. ايه دول عيال صيع، دول هيتربوا ان شاء الله يا امير يا ابن الامراء. وريني وريني. يا نهارك اسود، يا نهار. حتى انت، حتى انت، ده انت ليلة ابوك سودة. وحياة النبي لاجيب البوليس مش اولياء الامور. اهدي، هي الوليد هي عمل جماعي ولا مرشح نفسي مجلس الشعب؟ وريني وريني معاك انت كمان. لا انا معايا الصورة. طب انت هتجيب صورة ليه؟ بتدفع عليك التسبيح. اترمي هنا، اترمي وانزلي تحت الملاية، ده انتوا نهار ابوكوا اسود. لا مؤاخذة يا جماعة، لا مؤاخذة، أنا بجرب خرزانتي، خليكم في شغلكم، الواحد هيتفرس. بقول لك إيه يا أستاذ فريد، معلش أنا هعطلك معلش. هو مين في المدرسة هنا بيدرس للأولاد دين؟ لا الدين هنا اختياري مش إجباري. أتاري، العيال طالعة قليلة الدين وماشيين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهلية. We are preparing for the Halloween party. Please ask Mr. Ramadan if he wants to join us. أستاذ فريد، أنا سميحة بتقول رمضان. هي تقصد ناني ولا بتتكلم على الشهر الكريم؟ لا دي بتسأل حضرتك إذا كنت تحب تشارك في حفلة الهالوين بتاعت السنة دي. حفلة الهالوين؟ الهالوين بتاعت السنة دي. وإيه الهالوين دي؟ ده حفلة بتتعمل كل سنة في أمريكا. طب وإحنا نحتفل بيها ليه؟ يعني هم الأمريكان بيصوموا وقفة عرفة ولا بيحتفلوا بتحرير صيني؟ هي أمريكا حشرة نفسها في كل حاجة كده، حاجة عجيبة أوي. أستاذ رمضان موجود؟ أيوة يا ست.
أنا الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودي، ودي الأستاذ فريد صديقي، ودي اللب طب بتاعك. كنت عايزة حضرتك في كلمتين على انفراد لو سمحت. أنا تحت أمرك. كلمتين على إيه؟ على انفراد لو سمحت. أظن الجملة واضحة، على انفراد يا أستاذ فريد. سكن عندي شغل على اللابتوب. عندك شغل على اللابتوب؟ خد خد يا خد، يلا يلا. سلام. سوري. لا ولا يهمك. سلام، ده بان عليه يطلع صدخ. تفضلي تفضلي يا ست، اهلا وسهلا. شكرا. سكرك قد ايه؟ لا ميرسي شكرا. لا ازاي ده الكلام، انت فضلتي الاول. متشكره قوي ميرسي. طيب خير. انا مامه الطالب اللي عندك امير اللي في الفصل. امير مش عاجبني يا ام امير. ولا عاجبني ولا عاجب بابا ولا عاجب حد. ابني هيدامني يا استاذ رمضان. هو بيعمل ايه يعني؟ نوريني وغوشتيني قوي. معلق لي صور المطربه دي اللي اسمها نجلاء وجدي، وطول الليل والنهار مشغل كليباتها واغانيها، وكل يوم سهران عندها مرسي في النايت كلوب اللي بتشتغل فيه. واخر حاجه عملها مد ايده وسرق، سرق البروش بتاعي عشان يقدمه لها هديه. حرامي ينهر اسود. وابوه فين يا ام امير؟ في دبي. دبي؟ ما هو ده اللي ضيعني. انا لجأت لك يا استاذ رمضان لانه حسيت انه بيخاف منك وبيعمل لك الف حساب. ارجوك انقذه من البنت دي. خير يا عم طه؟ فيه ايه؟ في واحده ست مستنياك جوه، باين عليها ست مهمه قوي. الدنيا اتقلبت اول ما دخلت الشارع، فتحت لها ودخلتها. ربنا يستر ربنا يستر. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ رمضان. ايوه يا فندم. انا بقى مامة شهاب، طالب عندك في الفصل. شهاب مش عاجبني يا ام شهاب. ولا عاجب بابا ولا عاجبني ولا عاجب حد خالص. ايوه ايوه. وطول الليل ما بيذاكرش ولا يفتح كتاب، وبيسمع اغاني البنت اللي اسمها نجلاء وجدي دهيا، ومعلق صورها في كل حته. صح. وابوه في دبي كمان. لا لا، بابا مش في دبي. يا صاحبي ده ما ينفعش، يبقى هيسافر دبي ان شاء الله. وانت ايه اللي عرفك يا استاذ رمضان؟ يا هانم، انت جايه لي دلوقتي عشان انقذ ابنك من المطربه اللي اسمها نجلاء وجدي، صح ولا لا؟ فعلا صح. ايه اللي بتعمله ده؟ دي فحل بصل هيفكرك بقى من البلد يا باشا. انت بصراحه لازم تفطر، مش معقول قهوه على غير الريش. بسم الله. مش عاوز ما تحرجنيش. يلا مالك؟ ميه 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 ليه؟ ميه ليه؟ ده ايه يا مجنون انت؟ جراد بتاعت شوط ميه. ميه ليك ولا للباشا؟ اقعد اسال واتمرقع لحد ما يموت في ايدينا. روح هات ميه. الف هنيه. ده بصراحه مش عاجبني يا باشا. وبعدين انا عارف ايه اللي مزعلك. ايه بقى يا ابو العريف؟ رمزي ابنك. رمزي مش عاجبني يا ابو رمزي. ايوه مش عاجبني. معلق صور البت المسخوطه اللي اسمها نجلاء وجدي، وليل ونهار مشغل اغانيه وما بيفتحش كتاب. بالسرعه دي قدرت تفهم رمزي؟ يا معالي الوزير، دي مش مشكله رمزي، دي مشكله جيل بحاله. طب وهنعمل ايه في بلد رمضان؟ الولد كده هيضيع دمه وهتتجنن. سيب الموضوع ده على الله وعلى العبد الفقير اللي قدامك. ويا نيل يا نجلاء وجدي في البلد. وفيها ايه يا استاذ رمضان؟ فيها ايه ايه ايه؟ فيها مسخره، فيها قله حي، فيها انحلال. هم العيال ناقصين جنان لما احنا نجننهم اكتر. استاذ رمضان شبك لبك يا اخويا، احنا خلاص اتفقنا.